اي نعم. كذلك يا فضيلة الشيخ، عندنا اخ حد هذه العيادة العام. ايوه. وهو يعلم ان الانسان ان يجب عليه ان يحلق راسه او يقصر. اي نعم. يقول اخذت من بعض الشعر فقط. نعم. فما حكم هذا الشيء؟ اخذ شعرات بسيطة من رأسه. هذا ينصح انه اذا حج مرة اخرى او اعتمر انه لابد له ان يأخذ شعر رأسه كله إما حلقا أو قصا، هكذا ينصح. أما الذي فعله فهو مذكور في بعض المذاهب المتبعة اليوم، فهو باعتباره رجلا عاميا فهو معذور، لكنه ينصح ويذكر بمثل قوله تعالى ومحلقين رؤوسكم ومقصرين. ما قال يعني محلقين بعض رؤوسكم ومقصرين بعض رؤوسكم، وإنما الكل يوصى بهذه النصيحة إذا ما حج أو اعتمر مرة أخرى. أما الذي مضى على عجره وبجره.